السلام عليكم، معكم الشيف مصطفى من مطبخ الأكلات العراقية. سأقدم لكم طريقة عمل حلقوم بطعم اللوز وبطعم البرتقال. هنا عندي 1.5 كوب سكر، وضفت له نصف كوب ماء وربع ملعقة شاي ليمون دوزي أو عصير الليمون، نصف ملعقة شاي إذا عصير، وإذا ليمون دوزي لأن يكون باودر فيكون مركز ضيفوا له ربع ملعقة شاي. هذا الليمون دوزي مثل ما شفتون ضفت، وراح أخليه على النار إلى أن يذوب السكر والليمون دوزي اختلط به، وراح أبدأ أحضر النشا. هنا عندي نصف كوب نشا ونصف كوب ماء، راح أخلطهم زين بالملعقة وأنتظر إلى أن يذوب السكر ويفور بهالصورة مثل هذا، بس ما يصير كلش ثخين. وهنا شوفوا هذا محلول النشا والماء، راح أضيف لهاي الشيرة وأبقى أخلط بها أما بخلاط كهربائي أو بيدوي. هسه راح تشوفون لأن أنا مسوية مرحلتين، هاي المرحلة راح أسوي بيها الحلقوم باللوز بطعم اللوز، وبعدين تشوفون المرحلة الثانية بطعم البرتقال خلطته بخلاط يدوي، يعني مو بهذا الكهربائي، يعني الطريقتين تنجح. وهنا دا أضيف محلول السكر إلى محلول النشا، لأنه ما أقول شيرة لأنه أنا ما خليتها تصير شيرة، مجرد ذاب السكر يعني دقائق، 3 دقائق 4 إلى بس شفته قام يغلي السكر ضفته للنشا، يعني لا سوي شيرة. وبديت أخلط هنا بهالصورة مدة طويلة، يعني تأخذ لها 10 دقائق إلى أن يثخن. وأنا ما استعملت مستكة لأنه هو يسألون عن المستكة، المستكة هي المستكة بالعراقي، يقولون ما عدنا وهاي، فأنا حبيت أقدم لكم إياه بطريقة النشا. بس اللي عنده مستكة ممكن يطحنها ويضيفها لهذا المحلول أثناء الخلط حتى لا تتكتل، لأن تعطي نكهة وطعم نفس الحلقوم العراقي القديم يعني مالتنا المستكة أو المستكي. هنا ضفت لون غذائي وضفت طعم اللوز، وبدأ يثخن هذا النشا والسكر. شوفوا شلون بدأ يثخن، بقيت مثل ما قلت لكم تقريبا 10 دقائق على نار بالبداية عالية، وبعدين وطيت النار وبقيت أخلط به. وهنا دا أخلطه بهاي السباتولا حتى تشوفوا زين، وراح أصبه بقالب بنشا. شوفوا القاعدة مالت القالب بيها نشا غزير، يعني مغطيها النشا، وبديت هنا أصبه وراح أغلفه بالنشا وأترك جزء من القالب نصه للحلقوم بطعم البرتقال. هنا راح أرتبه بحيث يأخذ نصف القالب وأغلفه بالنشا من كل الجوانب بهالصورة. وهذا أنا قدمته حتى أشوفكم شلون راح أسوي كليتشة محشية بالحلقوم. هسا هذا شوفوا الجزء الأول بطعم اللوز ولونه وردي سويته، وأنتم ممكن تسووا بأي طعم تحبوه، يعني مو إلا لوز، وبأي لون اللي تحبوه بهذه الطريقة. وهسا شوفوا شلون يعني من أخليه بالثلاجة وطلعة شلون يكون متماسك ويصير مكعبات. هسا أنا راح أبدي بالطريقة الثانية، نفس الطريقة نفس السكر والماء والليمون دوزي نفس المقدار، وخليته هنا فار شوية وضفت له قطرات من عطر البرتقال أو روح البرتقال، وراح أضيف له عصير برتقالة أو أضيف له لون البرتقال، يعني لون برتقالي لون غذائي بهالصورة. وإذا تحبون لا تضيفون هاي كلها، ضيفوا بس برتقال، يعني سووا شيرة مع البرتقال، يعني عصير برتقال برتقالة يعني أو أكثر، وخلوا بس سكر وياها وخلوها على النار وشوية ليمون. ممكن يكون عصير البرتقال نفس مقدار الماء اللي ضفناه، يعني نصف كوب وواحد ونص كوب سكر وقليل من الليمون، بس يفور شوية ضيفوا للنشا بدون أي ألوان أو قطرات من عطر البرتقال. هنا شوف شلون سخن وصار متماسك تقريبا، بس راح أبقى أخلطه إلى أن يصير أثخن بعد، يعني 10 دقائق مثل ما قلت لكم على نار عالية بالبداية، وبعدين وطوا النار على المتوسط. وهنا شوف شلون راح أصبه بالقسم الثاني من القالب بهالصورة،
وراح أغلفه أيضا بالنشا من كل الجهات هذا النشا، وراح أتركه بالثلاجة من الصبح للعصر أو من الليل للصبح حسب الوقت اللي عندكم، بس هو المهم يتماسك بالثلاجة. بالبداية تركته بدرجة حرارة الغرفة إلى أن شوية هفتت الحرارة مالته وخليته بالثلاجة. هذا هو هسه راح أطلع من الثلاجة من بعد مرور وقت تقريبا 7 ساعات. دا أقطعه بهالصورة، أنا شوية قطعته قبل لا أصور، وهسه شوفوا شلون دا أقطعه، يعني نفس الأماكن اللي قطعت بيها هاي، وراح أقطعه من الجهات الثانية ما مقطعته أنا، وراح أشيله، راح تشوفوا شلون راح أشيله هذا. هالصورة شوفوا شلون راح أشيله بإيدي، هذا هو شوفوا شلون متماسك وداخله لين. هسه راح أفتح وحدة هنا، راح أخليه بهذا الطبق، وقطعتها شوفوا شلون قطعتها هاي صارت نصفين ومبينة من داخلها لينة. بهالصورة شوفوا هاي طبقة أنا شلتها وراح أقطعها، راح أشيلها شوفوا داخلها لين، وممكن تخلطون سكر باودر ويا النشا حتى تصير شوية مقرمشة من الخارج، لأن السكر يصير مثل اللي قرمش يعني يخليها تصير مقرمشة من الخارج. هذا داخلها شوفوا شلون من فتحته لين. هسه أنا كملت الجهة الحمراء وراح أفتح الجهة البرتقالية أشيلها، يعني طعم البرتقال هذا شوفوا مكعبات مرتبة. هاي دا أقطعها واحدة واحدة، هذا هو شوفوا هاي راح افتحها شوفوا داخلها شلون لين. هنا ابني محمد شافه واقف يمي وريد ياكل مستعجل، وراح اخليه بحافظة واحتفظ بيه بالثلاجة والنشا بيناته وبكل طبقات نشا. ان شاء الله باكر اسوي كليتشة واحشيها من هذا اللي بطعم اللوز، وهذا شكله النهائي. جربوه ان شاء الله يعجبكم والف عافية.